لنقاش تفاصيل الملفية اللبنانية ينضم إلينا عبر الهاتف من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية الأستاذ فرانكو عبد القادر. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا. لا تزال أزمة تشكيل الحكومة في لبنان تراوح مكانها، إلى أي مدى ستجد المبادرة التي قدمها نبيه بري صداها لدى أطراف الأزمة اللبنانية؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة الأمر بالنسبة لكثير من اللبنانيين الذين يعرفون طبيعة الحكم في لبنان أن مبادرة نبيه بري ليست سوى زوبعة في فنجان، مبادرة قامت فقط لذر الرماد في العيون لكي يقال أن هناك مبادرات من السلطة اللبنانية لتشكيل حكومة، ولكن كل ما في الأمر أن أركان السلطة الطبقة الفاسدة لا يزالون يناورون كي لا يشكلوا أي حكومة، لأن تشكيل حكومة من عدمه هو نفسه تشكيل حكومة أو غير تشكيل حكومة، لا يعني لن يغير في المشهد المعيشي أو الاجتماعي أو الاقتصادي شيء، لأن لبنان الآن معرض، يعني لبنان اليوم محاصر وينزع تحت عقوبات غير معلنة على النظام اللبناني السياسي، على الطبقة السياسية. لهذا لا يعول كثيرا على أن تشكل حكومة أم لا، لأن تشكيل حكومة لن يغير شيء كما قلت، ولهذا نراهم يوما يعني يقولون هناك مبادرة وهناك اجتماعات وهناك يعني بعض الخطى التي تنوي تشكيل حكومة، ولكن للأسف كلها فقط يعني كلها مجرد تمثيليات على الدول الأوروبية أو على الدول العربية أو على الشعب اللبناني، تمثيلية يقوم بها أركان السلطة لكي لا يعلنوا صراحة عن فشلهم. وهو أن الحديث عن هذا الفشل أستاذ فرانكو، الحديث عن هذا الفشل يقودنا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن في لبنان. شهدنا قبل قليل قصة ريموند وهو أحد المسنين المتقاعدين الذي يعاني في الحصول على وجبة ويضطر للذهاب إلى الجمعيات الخيرية. كيف يمكن قراءة تصريحات حكومة حسن دياب حول أنها غير مسؤولة عن هذه الأزمة وأن هذه الأزمة تتحملها الحكومات السابقة، وما مدى أهمية معالجة مثل هذه الأزمات الإنسانية قبل الأزمة السياسية في تشكيل الحكومة وتحمل المسؤولية؟ نعم، للأسف الشديد سيدة سمية، ليس هناك من حل لمثل هذه الحالات الإنسانية التي يعاني منها ليس فقط الإنسان الكريم الذي شاهدته على شاشة كرملان والذي عانى عن وضعه المأساوي. هناك حالات أخرى كثيرة وكثيرة جدا بين المواطنين وصلت إلى هذا الوضع المعيشي المتدهور جراء الفساد والنهب والسرقات التي قامت بها كل العصابة الحاكمة والذين ينتمون إليها من الوزارات في كل الوزارات. أما بالنسبة لما تكلم ونطق به حسان دياب فهو بالنسبة للبنانيين أيضا هو مسؤول بالدرجة نفسها عما وصلت إليه الأمور مثل الآخرين. نعم، إنه ليس مسؤول، لم يكن في سدة الحكم عندما قامت تلك السرقات وقام النهب والفساد، ولكنه ارتضى لنفسه وعلى نفسه بأن يكون ضمت تمثل هذه السلطة، وهو كان على علم تماما بأنه سيكون رئيس حكومة دولة منهارة. هو ارتضى لنفسه بأن يكون في سدة الحكم رغم أنه يعلم أن الوضع مأساوي وأن الوضع اللبناني المعيشي والاجتماعي والاقتصادي وكل هذا يتجه نحو الانهيار المحتم، وليس هنا يعني، وبالتالي هو مسؤول مثل الآخرين. هو ارتضى على نفسه أن يكون كذلك وهو يتحمل أيضا نفس المسؤولية التي يتحملها الآخرون الذين أوصلوا البلاد والعباد إلى هذا المنحدر المخيف والمفشع الذي يعيشه اللبنانيين اليوم. بالنسبة للوضع ليس هناك من أفق حل، ليس هناك من حل في الأفق، لأنه وكما ذكرت تأليف حكومة لن يغير شيء في المشهد اللبناني.
الطبقة السياسية ليست موثوقة وليست على يعني عفوا هي لا تتمتع بثقة أي عضو من المجموعة الدولية أو المجموعة العربية. كل الدول العربية لا تثق بهذه الطبقة الفاسدة من سعد الحريري إلى الآخرين إلى نبي بري إلى الرئيس ميشيل عون، وكلهم أثبتوا فشلهم والدول العربية تعلم ذلك، وبالتالي هي لن تساعد لبنانيين ولن تساعد لبنان بثلث واحد طالما أن هذه المنظومة هي التي تسيطر على الحكم اليوم. وهذا ما تعرفه أيضا الطبقة الفاسدة الحاكمة، لهذا هم يؤجلون تشكيل الحكومة، ينتظرون ربما حلا يأتي من المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الملف النووي، وهذا مستحيل لأن الطبقة الفاسدة غير مرغوب فيها ليس نعم. فقط عربيا إنما دوليا أيضا، وبالتالي الحل معدوم تماما فيه. شكرا جزيلا لك مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، حدثتنا عبر الهاتف من زيورخ السويسرية.